مع كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن يلقيها علينا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اللواء جبريل الرجوب. أبو السكر هذا الأسطورة اللي كانت تمشي على الأرض، أبو السكر اللي بعرقه اللي بإيمانه اللي بصدق انتمائه سطر ورسم لنا مسيرة وصفحة لا تنسى ولا تنصف. صدقوني أنا أبو السكر يستحق أن يكون نبيل النبلاء لأنه أبو السكر. أبو السكر اللي داس على الجواز الأمريكي واللي داس على الرفاهيات واللي عاد إلى الوطن كي يحقق حلمنا يستحق منا كل ما له علاقة بالتقدير والاحترام. فأنا بقول لأهل ترمس عيا وبقول لأسرة أبو السكر بأنه أنتوا فعلا فقدتوا بطل، ولكن إحنا زملاء أبو السكر في فتح وفي الحركة الوطنية الفلسطينية فعلا خسرنا وفقدنا شعلة، وأنا لساني أعجز من أن يقول أكثر من أن أبو السكر عاش عملاقا ورحل عملاقا، ويجب أن يبقى في قلوبنا وفي صدورنا وفي وجداننا بهذه العظمة هذه العملاقة. الجميع نعلم أن عملية أبو السكر كان هي إيصال ثلاجة تم تفخيخها من قبل شخص آخر ووضعها في شعار صهيون. هذه العملية كبدت الصهاينة في ذلك الوقت عدد كبير من القتلى، وأسهمت في رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني.